السلام عليكم. اليوم نروح إلى بجاية حيث أنه زار والي ولاية بجاية الأشغال نتاع ملعب عقبه الجديد، حيث أنه الملعب هذا تاع عقبه تم تهديمه بالكلية، والآن هم في بناية ملعب جديد. نشوفوا هنا التصاميم اللي تبدو لنا أنها تصاميم قديمة، يعني المعايير هذه قديمة، لكن معليش، هذا ملعب بلدي نتاع بلدية عقبه. ونخليكم تتابعوا الفيديو، والسلام عليكم.